كان الكروازي ولا الرومي. الكروازي وصل الثمن 40 درهم 750، هذا الشيء باش تبيعوا هنايا. الرومي اليوم نبيعوا فيه ب 320، الحمراء يبيعوا فيها ب 400 شي ب 500، وهذا السوق راه ما عنده ساس من الراس. والو راه كلك يبيع بثمانه، هذا راه خاصو المراقبه وخاصو الشطابه كاع يشطب منا على هذا الحال اللي حنا فيه. فهمتي؟ هذا الشيء تذكر فيه، حنا كنبيعوا في الدجاج ل 10 دريال، حنا رابحين فيه، راه ما رابحين فيه توا والو، الخدام هو اللي واكل الشحط. فقط هو اللي واكل الشحط في هذا السوق كامل من راس للراس. يخدموا ثلاث اشياء يعطوه 70 درهم ويضربوا لي الاطوان تاع الدجاج، اطوان ماشي غير قنطار ولا جوج، الاطوان تاع الدجاج. وفي ال ها؟ تنشدوا شاذا نشدوا 200 نضلوا نعصروا فيها حتى العشيه ونزيدوا بحالاتنا، ما ندوا فيها حتى فلوسنا. شحال كنشدوا؟ راه عباد الله هنا راه كاين اللي داير الحديد ديالو كيضرب طون يضرب 400، حنا كنشدوها 200 ما كنفوتوها كاع. ها الدجاج راه من ثلاث ايام هذه هو قاعد منشور هنايا. صافي حنا اللي واكلين الشحت، شكون اللي واكل الشحت في هذا السوق؟ راه حنا صابرين ومدوزين الوقت وصافي. كنقول لك انا الصراحه، واش الناس دابا ما بقاش تتقدى الدجاج؟ كتقدى الدجاج، كتقدى الدجاج بقل الثمن. باش كتقدى الدجاج؟ كتقدى الدجاج، راه الهزه راه كاين، وين راه بقل الثمن؟ باش باش حنا راه كنبيعوا الدجاج ل 10 دريال، 10 دريال كيتباع على الدجاج. باش وين نديروا؟ راه السوق هو هذا، اش وين نديروا؟ راه يتشكاو، راه خمس شهور هذه هما يتشكاو، هو الدجاج راه كل شيء. خمس شهور هذه ويتشكاو، حنا كاع حنا كنبيعوه ما عمرنا نطقناه، كاع ما كناكلو، حنا كنبيعوه كاع. واش هو فروج قاتل الف حنايا؟ حنا راه خدامين بداك الالف، منين ندو فروج ونروحوا للدوار ولا؟ راه هادشي اللي كاين، هذاك الف هو اللي كان خدامين به، حنا ندو فروج والسكر واتاي والدقيقه نديروا لي الكراكيب ونديروا لي. كيتشكاو خاصو يطيح الدجاج الثمن 260 280 كيما كان. كما كان في المرة الأولى، اللي غيبيع غياكل شوية، واللي غيتقدى غيدي تا هو شوية رخيص. هو الفرج قاتل 12 مية عباد الله، في غاديين حنايا المواطن اش بياكل؟ راه كيبقى دجاجنا تا كيموت، راه ما عندوش باش يتقدى، من وين يجيبها؟ هو يسرقها؟ ها اللي كريديناه بشي 3000 ولا 4000 مشات، واحد يام زاد لنا 6500 يام مشى، من وين يجيبها؟ قال لك عدوا العرس. ايوا راه بقاش غير هذا فيه دوك العريسات هذو هما العام كامل ولا المواطن اللي واكل الشحن. بالنسبه للثمن دابا في المتناول الجميع، ولكن بالنسبه للاقبال شويه ماشي بزاف. المهم دابا الثمن خص مازال ينقص واحد شويه، ولكن دابا الا تنقصني بزاف 14 لتحت راه مول الكوري اللي كياكل الدق. انت حيت دابا مول الكوري دابا كيطيح عليه على حسب 15 16، يعني دابا راه الثمن راه 16 درهم راه زوينه، زوينه للسمو، زوينه للمولكوري، زوينه بالنسبه للناس اللي كيتقداو دابا الدجاج، راه زوينه لهم 16 درهم في المتناول الجميع. على حسب السوق، على حسب، كاينه 400 كاينه 300 كاينه 500 على حسب. واش العيد الكبير ربما العيد الكبير ساهم في التراجع ديال المبيعات ولا لا؟ على حسب السوق، المهم شويه شويه. ما بالنسبه للناس دابا اللي كيتخداو الدجاج راه في المتناول، ما 16 درهم ماشي ثمن، ماشي بحال 25 و 24 المهم 20 الفوق، ما دابا راه 16 درهم في المتناول كلشي.